السلام عليكم. هذه أسواق مرجان، سعود 52 دقيقة. اليوم السبت، غادي نمشيو للسبت الوداية إن شاء الله بحول الله. سبت الوداية تبع مولاي يعقوب، هذا شارع محمد السادس. دابا دخلنا للمكناس، غادي ندوزو على طريق مولاي إدريس زكوطة إن شاء الله بحول الله. اليوم هو السبت، اليوم هو ثاني أيام شهر مارس 2024. شارع محمد السادس كيشد حتى لباب بوعماير، من هنا حتى لباب بوعماير. هذه بلاصة كلها محسوبة مرجان، داخلة في مرجان جوج. تعاودوا القوات هادو ديال الواد الحار، تيوسعوهم تيكبروهم، ورا دايرين انفاق. وهاد الخدمة اللي كتبان على اليسار، ندوزو على الهديم، نشوفو الهديم كي داير. زين العابد ديال الهديم، هادي هي الأجواء نتاع مكناس اليوم. حرارة السعود دابا، حرارة الليل كانت 2 درجات. راه صورت لكم دي فيديو البارح في فران، اللي بغى يشوف في فران ميشليفين والتليجة، اللي بغى اليوم غتحط هذا الفيديو خلاص، يمكن تحط ان شاء الله بحول الله في العشية. ولكن راه حطيت لكم لي فيديو البارح، يعني اللي بغى يمشي راه يفران، ما بقاش فيه الثلج مزيان، بقاش فيه بزاف، ولكن ميشليفن باقي فيها هبريشي شويه. ولاني غدا ان شاء الله اللي بغى يمشي يرد البال، يشوف لا ميطيو، لحقاش تقدر تطيح شي شويه ديال الثلج، يقدر يطيح الصباح بكري، يقدر يبدا بكري. إذا الإنسان باش ما يحصلش في الطريق، يعني يشوف لاميطيو نتاع إفران. هو كاين يعني واحد النسبة ضعيفة يعني باش يطيح الثلج، ولكن نتمناو من الله الخير، نتمناو من الله يكون كثير إن شاء الله بحول الله، ونتمناو من الله. يعني حنا كنقولوا يعني الواحد ياخذ الاحتياطات ديالو، ياخذ الحذر ديالو، يعني الطريق والسياقة والثلج ما معاش اللعب. يعني الطريق كتزلق، تقدر الطريق تسد، تقدر يعني الإنسان ياخد الاحتياطات ديالو، يشوف لا ميطيو. تبارك الله عليهم، ولاو تيجيبو داك الشيء تقريبا، يعني داك الشيء دقيق. حتى شي بركة ديال الأمطار إن شاء الله في مكناس، قالوا يبقى كل شيء بيد الله. وخا حتى هما راه داينين نسبة ضعيفة، يعني 70% تقدر تطيح الأمطار. اللي كتكون 70% يعني إلا ما طاحت هنا في مكناس غطيح في النواحي. زيد يا لالا، زيد يا لالا، حضي راسك مع هاد خينا اللي مورايا.
هذيك خينة ولات عندها معنى. خيه كتعني خينة يعني خونة، أخونا اللي تقولوا ذلك خينة، ولا عندها معنى تقصيري. تعطل شوية نطلع المشجد نتاع مولاي مليانة، وهذا وعلى اليمين راه شارع عبد الكريم الخطابي اللي كيطلع للسباتة، ها هو كاين هيت تبدا كاين الليسي نتاع عمر بن الخطاب اللي قرا فيه عمر بن الخطاب، يمكن بدا في 70 الله اعلم، في 1970 بدا، بدا في 1970 ولا في 1000 يمكن في 70 بلوز او موان يوناني بقيتش عاقل بالضبط. من بعد ولا سميتو عمر بن الخطاب بورد، يمكن كنا حنا تنقولوا ليسي بورد على حساب الشركه اللي بناته بورد، هذيك بورد يعني بي والاو يعني تتعني شركه، ما تتعنيش الطير، ما كتعنيش انوازو. برج بلقاري واحد الهواء زوين، واحد الهواء مدكش يعني نقي مع الامطار تبارك الله اللي كان طاحت. هذا زين العابدين، زين العابدين راه منفس اليوم مدكش خاوي. مازال ما فاقوا الناس العشرة هذه، يلا العشرة هذه نيشان العشرة والحرارة طلعت العشرة تراري. هذا المرشد الهديم راه الباب ديالو مفتوحة، هذيك القهوة الأدارسة فوق السور، هذا باب منصور، عيسي على اليسار كيدخل المدينة. شو نشوفو هاد السوق واخا بعيد شوية، شو نشوفو كي داير، نشوفو الناس ديالو. وما تلاقيت بزاف ديال الناس من سبت لودايا، تلاقيتهم في مولاي إدريس، تلاقيتهم في زقوطة، زعما الله يعمرها دار.
ابو عماير. قدام المارشي الهديم هذه الخصاء ونجيبوها قدام المارشي الهديم وندخلوا. هذاك شارع الحسن الثاني، شارع الحسن الثاني عامر عامر. طب ما نشوفوا هاد الجريده كي دايره. مارشي الحمرية ترى اللي كيلعبوا هنا. كيلعبوا كرة. ندوزو قدام المارشي الحمرية، نحطوها من هنا. اليوم السبت كتكون القضية زوينة في حمرية. هادي القهوة نتاع فلورنس. هذا المارشي الحمرية هو قدامنا، وهنا هذاك الباب وفين فين كاين الطوبيس تما راه كاين واحد القهوه زوينه تما، ديك موس بيرجي اللي تعرفها. هذيك موس بيرجي قهوه قديمه وزوينه، مولاها مولا ستيتان فرونسي سميتو موس بيرجي. هذاك السيد راه قبطو البوليسي، هذاك دار حيت ممنوع اللي جا من شارع الحسن الثاني ويدور لهنايا، ممنوع. ويدوم الطريق الله يعاونك. منو يدور تما؟ ما الا كان جاي مع شاري الحسن الثاني ودار هذيك البلاصه منو يعني ما. وكاين بانو واضح وباين. هذه الساحة العمالة، وهذاك راها ثانوية الأميرة لالا أمينة. نهبطو على هاد الرومبوار، غيكون دابا منفس اليوم السبت، غيكون مزيان.
هذه اللي قدامنا راه الطريق الوطنيه رقم 13، هذه هي اللي غادي نتبعوا ان شاء الله حتى للزقوطه، غنمشيو معها حتى للزقوطه. مشينا نيشان غنخرجوا في بيلفي منظر جميل، التيران القديم ديال الكوديم والاراضي القديمه. نوريكم الرميكة فخارين القديمة الجديدة، كاين يحولوا الفخارين وتما كاين المطرحة، هادي شارج. كيشعلوا دوك لي فوخ باش كيطيبوا الفخار. دوك لي فوخ كيكونوا مصاوبينهم بالطين نيت. تيوصلوا حتى ل 1100 ديال الدرجات. دايرين لهم دوك الكمامات فمو باش ما ياكلوش الربيع. دابا الا خلاو له فمو محلول هذاك الشيء اللي هاز في ظهرو ما يوصل للدار حتى يساليه. هما داير له الكمامه سهله، الكمامات بيدو ديال جوج يطرو. هي هذه الدخله ديال الرميكة، تبارك الله عليكم، السلام عليكم.